السلام عليكم. ما إن سيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول حتى انطلقت حملات غربية سياسيا وإعلاميا تثير القلق على مصير النساء الأفغانيات في ظل حكم الحركة. هذا القلق الكبير على المرأة الأفغانية غاب تماما عن صفحات الصحف الغربية وشاشاتها الفضائية في حالة مئات النساء السوريات اللواتي اعتقلن تعسفيا بلا تهم ومورس عليهن تعذيب وحشي لسنوات طويلة. ثمة من يصف هذا الاختلال في التعامل مع قضايا العرب والمسلمين بأنه يعبر عن معايير غربية مزدوجة، فقلق الدول الغربية على حقوق الإنسان والمرأة يتحقق حينما يدر عليها مصالح ومنافع ويختفي بمقدار ما تقل هذه المصالح. هذه الازدواجية تكررت في عشرات المرات من مصر إلى العراق فسوريا واليمن وأفغانستان وغيرها من الدول العربية والإسلامية. السؤال اليوم: لما يتبع الغرب سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بقضايا العرب والمسلمين؟ وكيف السبيل إلى إعادة الاعتبار للمسلمين في المحافل الدولية ووضع حد لهذه الازدواجية الغربية؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، نبحث فيها ازدواجية الغرب مع المسلمين وأسبابها. مع استمرار ازدواجية معايير الغرب تجاه العرب والمسلمين تتسع موجة معاداة الإسلام وكراهية المسلمين، حتى وصلت ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى مستويات خطيرة في الفترة الأخيرة. فمنذ عقود يتبنى الغرب خطاباً يجرم معاداة السامية فيما تستدعي أجواء العداء السائدة بحق المسلمين إجراءً مماثلاً عبر سن قوانين تجرم معاداة الإسلام. لكن ازدواجية معايير الغرب لا تلتفت لذلك، بل تطرح تساؤلات حول الموقف من حرية التعبير في الإعلام عند الإساءة للإسلام مقابل تجريم من يعادي السامية في وقت ينتهك فيه الغرب حقوق المرأة في الحياة قتلاً وتشريداً من خلال حروبه ضد المسلمين بحجة نشر الحرية والديمقراطية، ثم يتساءل متبجحاً عما ستفعله حركة طالبان في مجال حقوق المرأة. من جانبه أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان مكافحة معاداة الإسلام وأنه يجب أن يتوقف هذا المسار الخاطئ لتهديده مستقبل البشرية وثقافة التعايش بين المعتقدات، بينما وصف عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ازدواجية المعايير بأنها آفة كبرى وأن السياسات المنبثقة عنها وردود الفعل المترتبة عليها تدفع إلى أجواء من الصدام المتصاعد. بينما يرى مراقبون أن إهانة العرب والمسلمين ستؤثر سلباً على العلاقات بين الدول الإسلامية والغرب وستزيد الطائفية والعرقية والعنصرية بين شعوب العالم، استمرار مواقف الغرب الازدواجية إزاء العرب والمسلمين شرقا وغربا يؤصل لصراع بين الحضارات قد ينتقل من طرح يتعلق بصراع بين الإسلام والغرب إلى صراع مع مختلف الحضارات الأخرى، فيما تدعو أصوات هنا وهناك إلى تجاوز الصراع عبر إعادة تأهيل الفكر واحترام الإنسان وسن قوانين تحترم جميع الأديان والمعتقدات وتجرم التعدي عليها بدلاً من النيل من المسلمين تحت ذريعة حرية التعبير، لا سيما مع صعود التيارات النازية والفاشية واليمين المتطرف في أوروبا من جديد. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة لوزرن السويسرية الدكتور حسام الشاذلي، المستشار السياسي والاقتصادي الدولي ورئيس جامعة كامبريدج المؤسسية وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم الدكتور محمد خليفة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إفريقيا العالمية. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. كما سيكون معنا أيضا عبر الهاتف من العاصمة الهولندية أمستردام الأستاذ أسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بالضيوف الكرام. لو بدأنا من لوزرن في سويسرا دكتور حسام، حقيقة صور الفصام بين ما هو سياسي وما هو قيمي أخلاقي
في سياسة الغربية تجاه قضايا العرب والمسلمين حقيقة كثيرة، سنحاول أن نأتي على أهمها في هذه الحلقة، لكن دعنا نبدأ بالقضية الأهم ربما، قضية الديمقراطية والحريات السياسية. أريد أن أسألك مثلا السياسة الغربية، لماذا تتفق السياسة الغربية على تأييد الانقلاب في مصر والقبول به مثلا، وتغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لما يحصل للبشر في العراق في مصر، بينما أدق حدث صغير في تركيا مثلا تنفخ فيه وتجعله كبيرا وتتهم تركيا باتهامات كبيرة لا تتوافق مع مستوى الانتهاك إذا صح التعبير؟ ما تفسير هذه السياسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا دكتور، برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام. حقيقة أنا أعتقد أننا يجب أن نعيد كل شيء إلى أصله، بمعنى أننا عندما نتحدث عن أسباب أو عن وجود معايير مزدوجة في التعامل الغربي كما ذكرت فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومحاولة مهاجمة تركيا في أي أمر قد يعطي فرصة للغرب، أنا في الحقيقة لا أتفق في عملية وجود معايير مزدوجة. أنا أعتقد أنه معيار واحد للغرب منذ أمد طويل. يعني إذا تذكرنا سويا قبل الحرب العالمية الثانية ومنذ أن بدأ اللوبي الصهيوني في التشكل والرأسمالية، كان هذا المعيار هو دائما معيار واضح وصريح. أي دولة أو أي كيان من الممكن أن يكون قائم على أسس إسلامية، أو من الممكن حتى بصورة أو أخرى أن يذكر الغرب بوجود الخلافة الإسلامية، يجب محاربته على كل الجهات. لا توجد أي يعني أخلاق أو مبادئ أو ولا توجد أي معايير غير هذا المعيار منذ أمد بعيد. ولذلك أنا أعتقد أننا يعني النموذج التركي الذي ذكرته حضرتك الآن وذكرت فيه تعليق الغرب ومحاولة مهاجمته، الغرب يتعامل بصورة هي في الحقيقة صورة بتمثل المفهوم الرأسمالي منذ نشأته ومنذ أن أسس له روتشيلد ومن قبله ألكسندر باروس، فكرة الفكرة المتعلقة بعد معيار الإسلام. فعندما يأتي معيار الإسلام لا يوجد أي معيار حتى مالي، يعني لا يوجد أي مشكلة في أن تخسر الأموال وأن تنفق المليارات إذا ما كان هذا هو هدفه إيقاف أي نمو أو تطور لدولة يعني إسلامية أو دولة تقوم على المبادئ الإسلامية. لكن إذا بعدنا عن هذا المعيار يأتي عندها معيار السياسة، المصالح المشتركة. ولذلك المثال الذي ذكرته حضرتك، لماذا يعني يغض الغرب الطرف عما يحدث في مصر وما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق ويركز مع تركيا، هذا هو السبب. في مصر قام يعني قائد الانقلاب المصري بالتعامل مع الغرب من منطلق هذا المفهوم بأنه قد حصل على قروض. عفوا دكتور حسام، يعني النقطة يجب أن نبينها بشيء من التفصيل. يعني ذكرت أن الغرب لا يريد أن يسمع أي شيء له علاقة بخلافة إسلامية، بقيام دولة إسلامية إلى آخره كما تفضلت في مستهل حديثك. ما السبب؟ لماذا يعني؟ حقيقة لا يمكن أن ينسى الغرب أن الخلافة الإسلامية كانت هي مصدر القوة الرئيسية للمسلمين في العالم، ولا يمكن للمؤرخين الغربيين أن يتجاهل بأي صورة من الصور أن مصدر القوة الرئيسي للمسلمين هو تجمعهم وتوحدهم تحت راية الخلافة أو تحت راية الهوية الدينية بمعنى أصح. فلذلك ما العلاقة بين نشوء هذه الخلافة وبين تحقيق الديمقراطية في بلد مثل مصر مثلا أو سوريا أو العراق؟ هناك مشكلة كبيرة جدا. فكرة المفهوم الديمقراطي كما نتحدث هنا، الغرب عندما يعني ننحي هذا المبدأ الغربي فيما له علاقة بالإسلام، عندها تأتي المصالح المشتركة. وجود مصر كدولة ديمقراطية حتى وإن كانت بعيدة عن المبادئ الإسلامية في حينها ستكون دولة يعني تحارب وتعمل من أجل مصالح المصريين ومن أجل وجود دور لها متميز في الشرق الأوسط ومن أجل أن تكون خيرات البلاد لأهلها ومن أجل أن تتعاون مع الدول الأخرى مثل تركيا والدول العربية، وهذا لا يصب في مصالح الغرب بأي صورة من الصور، ولا يصب في مصلحة الشريك الرئيسي للغرب وهو الكيان الصهيوني. ولذلك لا يوجد أي مجال للسماح بهذا. فكرة الديمقراطية هي فكرة كاذبة
في الوطن العربي. هي ديمقراطية يسمح بها بمفاهيم العلمانية الشرق أوسطية المتخلفة التي ليس لها علاقة حتى بالعلمانية الغربية بأي صورة من الصور. طيب دعني أنتقل إلى أمستردام. أستاذ أسامة، يعني تحدث الدكتور حسام اللوزيرن عن قضية، عن دافع مهم، رأى أن الغرب يرى في أي تشكل سياسي للمسلمين ممثلا في صورة الخلافة أو الدولة الإسلامية أو أيا يكن يمثل خطرا استراتيجيا على مصالح الغرب. أنا أريد أن أسألك إلى أي مدى تتفق مع هذا التعليل، ثم ما الضابط الذي يحرك الغرب في الإنكار على تركيا وعدم الإنكار على مصر، في الإنكار على أفغانستان وعدم الإنكار على العراق مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنت تختار مواضيع حقيقة ثرية جدا وتحتاج حلقات وحلقات، ودائما أنا أدعوك يعني، وأنا أعتبرك من المميزين حقيقة، لست كمقدم برامج وإنما كصاحب فكر، لذلك هذا الموضوع هام جدا. نحن يمكن طبعا بلا شك أن نتفق مع الأستاذ الكريم الدكتور، لكن أنا أحدد أكثر وأقول أن التيار، اسمح لي أن أقول التيار الإسلامي الحركي، إذا وصل إلى مكامن النفوذ والقوة في أي بلد فهذا يعني خطر شديد على الغرب، ويجب علينا دائما أن نميز ما بين الشعوب وإرادات الشعوب الأوروبية والأمريكية وما بين الحكومات والإدارات التي تديرها يد واحدة تقريبا. يعني نقول أن الولايات المتحدة وإحدى ولاياتها هي إسرائيل، الولاية 51، هم يعني يصنعون السياسة الخارجية تجاه أقطارنا وتجاه بلادنا الإسلامية والعربية، والأوروبيون يتبعونهم مباشرة في السياسة الخارجية، أو معظم الأوروبيين. إذن لدينا فصل فصام نكد ما بين الشعوب الأوروبية وبين إداراتها وحكوماتها، لأن حكوماتها تتبع للمخابرات ومصالح، يعني حتى نقول بين قوسين نتنة. وربما يعني رئيسة الوزراء الإيطالية تكلمت عن ماكرون منذ شهرين بتسجيل غريب وعجيب وفلتة من الفلتات، لتقول أن سبب ما يحصل في أفريقيا كلها هي سياسات بعض الأوروبيين ومنها ماكرون وغير ذلك. أنا أقول هناك أيضا الامتداد التاريخي، هناك من كتب عدة مقالات، سلسلة من المقالات، يقول إذا لم نغزو تلك الأراضي العربية الإسلامية الإسلامية بالمجمل فأنهم سيغزون لهم. لا ينسون أن العرب المسلمين وصلوا إلى بواتيه يعني في ثلث فرنسا، وعادت الكرة فعلوا ما فعلوا في إسبانيا، ثم عادت الكرة أيام العثمانيين عندما وصلوا إلى فيينا أو إلى ضواحي فيينا. هم يحسبون أنه كل 600 سنة كل 500 سنة يحصل عودة للمسلمين إلى أراضيهم، وأنا أسميه غزو قيمي حضاري. المسلمين أدخلوا كثير كثير من الأمور والقيم، منها النظافة، منها قيم المواطنة، حتى قل ما شئت. أما الغزو الذي كان من أيام الصليبيين كان غزو حقيقة يعني ليس فيه أي قيم، بل فيه يعني خروق خطير لحقوق الإنسان، وهم اعترفوا، ولكننا لن نبذل الجهد الكافي لنجعل هذا الاعتراف رسمي موثق ويكون هناك اعتذار يعني من كل الدول الأوروبية التي شاركت في الحرب الصليبية. الأمور الحقيقة كثيرة، ولكني أؤكد على أن المستهدف هو التيار الإسلامي الحركي في مصر عبر أدواتهم. لا نستطيع أن ننكر أن يعني من قام بالانقلاب في مصر هم أتباع وأدوات للغرب بالمجمل، إسرائيل، الولايات المتحدة، فرنسا إلى آخره، ولذلك هم يصنعون ما يصنعون ضد التيار الإسلامي الحركي. ومثال الوصول إلى الحكم في تركيا في الحقيقة، لذلك يتصيدون كل شيء عن تركيا. لكن أستاذ أسامة، يعني ثمة ما قد يعني يضفي على هذا الحديث أنه في نوع من المبالغة في قضية المؤامرة على الإسلاميين. يعني العراق في عهد صدام حسين القائد العربي الراحل لم يكن إسلاميا ولم يكن يسعى إلى تحقيق دولة إسلامية، ومع ذلك حرب وأقصي عن الحكم وأسقط النظام في العراق. يعني نحن لا نستطيع أن ننكر، وكنت في العراق أتتبع كل شاردة وواردة هناك من ما فعله صدام حسين. صدام حسين منذ البداية لم يترك الإسلام، لم يقل أننا لسنا يعني نحن في صراع مع الإسلام، وفي أيامه الأخيرة أخذ منحة
باتجاه يعني انعاش ما يكون أسامة، لكن لم يقتصى عن الحكم بسبب توجهاته الإسلامية، عمر مساجد، نعم تدين بشكل شخصي لكن لم يكن منهجه إسلاميا. أقصد أنا أريد أن نحدد الضابط في تعامل الغرب مع العرب والمسلمين. يعني العراق كان قوة عربية كبيرة ومع ذلك قضي على العراق إذا صح التعبير، لم يكن إسلاميا، فما الضابط الذي يحرك السياسة الغربية بشكل عام؟ أنا معك، لكن هناك أمور أخرى. مثلا عندما نتكلم عن أهل السنة وهم يعني المينستريم، هم الأمة ومن خرج عنهم هي الطوائف، نحن نرى ظاهرة واضحة أن المستهدف هم أهل السنة، هذا أمر آخر. لذلك صدام حسين لو كان من طينة أخرى لفعلوا معه أفعال أخرى. هم يخشون أن يستفيق، وقد استفاق. لدينا حملة إيمانية جرت في العراق بأيام صدام حسين في سنينه الأخيرة، لدينا أمور كثيرة جدا كانت في تطور باتجاه ليس دولة إسلامية وإنما يقظة للمسلمين، وأنا أعني هنا أهل السنة والجماعة. طيب. لدينا التيار الإسلامي الحركي، أنا أذكر المشاهد الكريم بأنه صدام حسين استقبل وتحالف مع التيار الإسلامي الحركي. نعم. من أيام الحرب مع إيران، وكل كبار التيار الإسلامي الحركي زاروا بغداد، والجزائريون. نعم. وحتى الأتراك والمصريون والسوريون كلهم. طيب. زاروا العراق وحصل هناك مؤتمر إسلامي. طيب. عروبي موحد. طيب، وإن كان يعني في حينه كان تحالفا مصلحيا، ما تفضلت به أستاذ أسامة وكذلك ضيفنا من لوزيرن يدفعنا إلى السؤال في سياق موضوع الحلقة الذي هو ازدواجية المعايير واختلال هذه المعايير في تعامل مع قضايا المسلمين والغرب. أسأل الدكتور محمد من الخرطوم، هذا يدفعنا إلى السؤال عن طبيعة التصور الغربي العام للمنطقة العربية. هذا التصور، فهم هذا التصور قد يساعدنا كثيرا على تحليل هذه السياسة وهذه الازدواجية. نعم، أعتقد أن الغرب ينظر إلى المنطقة العربية والإسلامية في شكل أنها هي منخفض حضاري، هو ينظر إليها هذه النظرة التي هي نظرة أشبه بالعنصرية، ومن هنا تأتي ازدواجية المعايير. الغرب يرى أن معاييره هي له ولمن هو في حكمه من أمم، ممكن أن نسميها أمم المجتمع الأول، أو ربما الدول الأولى على مستوى دول العالم الأول والتي تأتي بعضها دول العالم الثاني ثم العالم الثالث. فهذه المعايير التي وضعت في أجندة الغرب وفي حتى منظماته الدولية التي صنعت عنده وقوانينه الدولية أيضا، هي معايير يرى أنها له فقط لأنه هو صاحب العالم الأول، وبينما العوالم الأخرى لا تستحق هذه المعايير، فلذلك هو يعاملها بازدواجية معايير. وحينما يكون الأمر بالنسبة للمسلمين وللدول التي من خلفية إسلامية، هو ينظر لها هنا أيضا بنفس هذه المعايير المزدوجة، ويرى أنها لا يمكن أن تعامل بمثل هذا التعامل، ولذلك ظهرت هذه الازدواجية، وهو يواصل في هذا الجانب، وهي ترتفع كلما ظهرت الأمة الإسلامية بشكل أو بآخر، يعني وصلت إلى الحكم ربما، أو وصلت إلى أن تهدد شكل من الأشكال التي كان هو يدعمها أو يقف من خلفها، مثل ما حصل لطالبان وأيضا ما حصل في سوريا أو أي دول أخرى شبيهة. فهذه ملاحظة واضحة أن هذه المعايير الغربية هي تواصل في هذا النوع من الازدواجية، لأنها ترى أن هذه الازدواجية هي المعيار المناسب لهؤلاء، لأنهم في منخفض حضاري ولا يستحقون أن ننظر إليهم بالمعايير الغربية، ولذلك هذا المنظار هو منظار أشبه بالعنصرية، وأشبه بأن الغرب لا يريد أن يعامل الناس كما يعامل هو، بينما في لدول أخرى هو يتعامل بالمعايير التي يراها مناسبة للدول القوية. يعني هو لا يعامل الصين بمثل هذا المعيار، ولا يعامل روسيا بمثل هذا المعيار، لكن الدول الإسلامية لأنها في حالة ضعف وفي حالة كما قلنا سميناها في منخفض حضاري، هو ينظر إليها بهذه النظرة. لكن هذه الدول في يوم من الأيام إن أصبحت دول قوية، فإنه سيضطر إلى أن يتعامل معها هذا المعيار الواحد. وأنا أعتقد الآن إذا وصلت دولة أو أصبحت دولة من الدول الإسلامية دولة قوية ومهاوة الجناب، فإنه سيتعامل مع المعيار الواحد، ولن يتعامل معه أبدا
بمعايير مزدوجة لأنه يحترم القوي ولا يحترم الضعيف. نعم، وهذا دكتور محمد، هذا ربما مرتبط بالسبل المتعلقة بمواجهة هذه الازدواجية، وهذا نرحله للمحور الأخير من هذه الحلقة. لماذا التركيز على قضايا حقوق الإنسان والمرأة في المقاربة الغربية لما يجري في المنطقة العربية؟ هذا ما نبحثه بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مرة أخرى إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الازدواجية الغربية وسياسة الكيل بالمكيالين في تعاملهم مع قضايا العرب والمسلمين. أعود مرة أخرى إلى لوزن السويسرية. دكتور حسام، يعني قد يسأل سائل بطريقة استنكارية، هل يعقل أن تتفق كل مصالح أمريكا ومن ورائها أوروبا الغربية قاطبة على قضايا العرب والمسلمين؟ أليس ثمة تعارض في هذه المصالح؟ وهذا يقود إلى السؤال عن البعد الذي يحكم هذه توافق المصالح، هل هو بعد استراتيجي أم بعد سياسي مصلحي عابر؟ حقيقة الأمر كما ذكرت يجب أن تكون البوصلة واضحة، بمعنى أننا لدينا معيار أول، معيار استراتيجي أول، وهو حرب ما كل أن يؤدي إلى تكوين دولة أو إنشاء دولة لها بعد إسلامي. إذا تخلصنا من هذا المعيار يأتي بعد ذلك معيار المصلحة الاستراتيجية المشتركة، ولذلك نجد أنه كما ذكرت في المثال مع حديث مع الضيف الكريم، أنه عندما جاء الأمر في العراق في الحقيقة كان الأمر عملية مصالح، كان للسيطرة على 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 مصادر معينة لها علاقة بالثروات، فإذا نحينا المعيار الأول عندها يأتي المعيار الثاني وهو معيار المصالح، لكن هو في الحقيقة هو بعد استراتيجي واضح جدا. وكما ذكرت عندما ندرس التاريخ بصورة واضحة سنجد أنه حتى عندما كانت روسيا في صراع دائم مع أوروبا واختلاف في المصالح وفي الأفكار والأيديولوجيات والاتجاهات السياسية كانوا يتفقون دائما على أمر واحد، ألا وهو أن سقوط الخلافة الإسلامية كان أمرا ضروريا جدا، وقد جيشوا الجيوش واتحدوا عندما يعني وصلوا إلى هذا الأمر. فلذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحاول أن نواجه المشكلة بمحاولة أن نواجهها بالقواعد التي وضعها يعني الخصم الاستراتيجي. فالقواعد التي وضعها الخصم الاستراتيجي بما فيها حقوق الإنسان كما ذكرت من قبل والتركيز على حقوق الإنسان هو سبب واضح لماذا يستخدم الغرب هذه الأداة دائما، لأن الغرب بدأ بالبعد أو الأداة الاستراتيجية الأولى، ألا وهي أداة زراعة الدكتاتورية الشاملة في الدول العربية والإسلامية. ولذلك عندما يكون لديك ديكتاتورية شاملة فأسهل ما يمكن أن تأخذه عليها وأن تضغط على كل الناس ليل نهار هو حقوق الإنسان، ولذلك يجب أن تستخدم هذه الأداة بكل الطرق. حتى أن فكرة حقوق الإنسان بالصورة أو بالمفهوم الغربي ومفهوم المؤسسات الدولية للأسف هي 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 فكرة هلامية. يعني أنا ممكن أذكر لحضرتك مثال واضح جدا، لجنة حقوق الإنسان في جنيف في الأمم المتحدة، قمت بعمل زيارة لهذه اللجنة مع أحد يعني الإخوة من دولة سوريا للحديث عن فظائع النظام السوري في بداية الحرب. وعندما تحدثنا مع المسؤولة ورئيسة هذا القسم عن حالات معينة وشرحنا وكان معه يعني كل الإثباتات، وقامت السيدة بالتعاطف الشديد جدا جدا وقامت بالبكاء عندما بدأت تسمع عن الاغتصاب والجرائم لكن في نهاية الأمر عندما تحدثت معها طلبت أن نتحدث بعد أن انصرف الضيف، وقالت يعني أنا متأثرة جدا لكن لا أستطيع أن أعمل أي شيء.
لماذا؟ لأن وظيفة المؤسسة هي فقط كتابة تقرير لمن هو أعلى. أخذتني إلى غرفة كاملة، وهذا ربما هذا الذي يعيب السياسة أو منهج التفكير الغربي دكتور حسام، هو الفصل بين ما هو سياسي وما هو قيمي وأخلاقي، فصل المشاعر عن المصالح. حقيقة هذا الموضوع يعني أنا لا أتفق فيه، لأنه القيم الغربية هي القيم التي يقوم بها الغرب بمحاسبة الآخرين. يعني حضرتك إذا جئت مثلا في المجتمع الغربي سترى أن هناك قيم واضحة وراسخة. يعني هناك مثلا في دولة زي هذه الدولة التي أحدثك منها الآن في سويسرا، الطلبة في المدارس منذ الحضانة إذا ثبت بأي صورة من الصور أن هذا الطالب قد كذب هذه جريمة، من الممكن أن يعني يتم غض الطرف عن أي شيء، لكن ليس عن هذا الموضوع. نعم. ليس عن عدم الالتزام بالقانون في أي وقت من الأوقات. إذا كان هناك مواطن لا يحترم القانون بأي صورة، هذا موضوع. الغرب له قيمه، ولكنها قيم تطبق ويتم احترامها في الأراضي الغربية وفي الدول الغربية. لكن في نفس الوقت المشكلة الرئيسية أن الغرب يريد أن يعني يطبق هذه القيم على المجتمعات العربية والإسلامية بحيث تكون تابعة له، بمعنى أن تكون مفاهيم الغرب مثل مفاهيم النسوية والفيمينست والاغتصاب الزوجي والشذوذ يجب أن توضع وتوجد هذه حتى يمكن للغرب التحكم الكامل، لأنه كما ذكر الضيف الكريم عندما تأتي لهذه المعايير فهذه هي دول العالم الأول. نعم. ونحن دول العالم الثالث. لكن طيب، إذا طبقت المعايير الإسلامية سينقلب الموضوع لنصبح نحن دول العالم الأول وهم دول العالم الثالث. طيب أستاذ أسامة، حقيقة التركيز واضح جدا وبين ولا يحتاج إلى استخلاص نتائج بأن هناك تركيز غربي على قضايا حقوق الإنسان والمرأة في البلدان العربية والإسلامية بالتحديد، لكن هذا الغرب السياسة الغربية هي مع تحرر المرأة في أفغانستان كما نلاحظ من الحملات والتصريحات السياسية والإعلامية، مع تحرر المرأة من سلطة حركة طالبان، لكنها لا تذكر كثيرا عن المرأة التي تغتصب في سجون سوريا مثلا أو في أركان في آسيا. يعني لماذا يتم التركيز على هذين المحورين، حقوق الإنسان الذي ينتهك حقوقه في سوريا في العراق في مصر وفي عدد من الدول العربية، ولا يركز عليها في أماكن أخرى؟ ما الضابط، ما المشكلة هنا؟ يمكن كيف يمكن أن نفسر هذا الأمر؟ يعني ربما هناك يعني فرق بسيط ما بين موضوع انتقاد الغرب لقضايا المرأة في أفغانستان أو غيرها من الدول، وما بين السكوت عن الجرائم التي ترتكب في سوريا خاصة وفي دول كثيرة بحق المرأة وغير المرأة، لأنه السكوت عام، السكوت عام عن جرائم تطال الأطفال والنساء والرجال. فالأمر لكن اليوم كنت في حديث مع إحدى الأكاديميات في هولندا، وكان الأمر مفاجئ لي أنها قالت قولا واضحا في هذا الشأن، قالت لماذا لم نستطع، لاحظ معي هذا المفهوم، لماذا لم نستطع أن نفعل شيء طيلة 20 سنة في أفغانستان؟ إذا كنا هكذا، قالت بوضوح شديد، إذا كنا نوزع أو نروج للديمقراطية أو نبني الديمقراطية كنا هناك بكل الدول الغربية، حتى هولندا لديها كان جنود ولديها موظفين كثر فوق ما نتصور. 20 سنة كانت أفغانستان لهم، ابتلعوها كاملة بكل مدنها الكبيرة، وكان والموالون لهم يقتربون الآن من رقم 1,000,000 مع الجيش الذي صنعوه إلى ما هنالك. تقول لماذا لم نستطع أن نفعل شيء للمرأة وتطوير المرأة وفتح المدارس وبناء البنية التحتية التعليمية، لماذا لم نستطع أن نفتتح مطار رديف لمطار كابل والأزمة اليوم داخل مطار كابل للهروب من أفغانستان؟ لماذا لم يكن هناك مطار آخر؟ ماذا فعلتم في أفغانستان؟ فقط حرب، فقط إبادة، فقط التعامل غير الحضاري مع الشعب الأفغاني. 20 سنة هي جيل كامل، لماذا لم ترسخوا القيم التي تتحدثون عنها؟ هذا كلام ليس كلامي، كلام فاجأتني به. لذلك علينا أن نركز على هذا المفهوم، أنهم هذه أفغانستان كانت بأيديكم، ماذا فعلتم تجاه المرأة، تجاه حقوق الإنسان بالمجمل؟ ويجب علينا أن لا ننسى أن الغرب إذا كان في صراع، وهو يقول ذلك أنه في صراع مع، أكرر، مع التيار الإسلامي الحركي، هو في صراع
لكن هذه حجة حقوق الإنسان استخدموها مع روسيا الشيوعية، سيستخدمونها وما زالوا في الصين. فقضية حقوق الإنسان هذه الذريعة يعني يستخدمونها باستمرار ويستخدموها ضدنا، لأننا لم نوصل نحن الصورة الإسلامية الصحيحة بعد إلى الشعوب وليس إلى الحكومات. الإدارات تسيرها المخابرات والولايات المتحدة وإسرائيل، هذه حقيقة يجب علينا أن نتمعن بها بشكل كبير. نعم. طيب جميل. لو الدكتور محمد في الخرطوم، يعني الغرب، هذه الازدواجية الغربية في التعامل مع قضايا العرب والمسلمين ليست حكرا على الغرب فقط، هناك داخل المنطقة العربية يعني لو مثل مصغر وحتى في العالم الإسلامي كله هناك نخب أكاديمية، كتاب، رجال أعمال، نخب سياسية، مثقفون في الدراما، في السينما، في كل مجالات الحياة هناك نخب تمارس ازدواجية تجاه قضايا أمتها وقضايا بلادها. يعني هم مع صناديق الاقتراع إذا ما أفرزت نظام حكم علماني، لكنهم ليسوا معها إذا ما فاز الإسلاميون في نظام الحكم. ألا يعني هذا بأن الازدواجية هي أمر من طبيعة البشر ولا ينبغي أن نلقي باللائمة على الغرب أن هناك نوع من المؤامرة على الإسلام مثلا؟ لا أعتقد أن الأمر بهذا الشكل، ربما لأن هذه النخبة الغربية هي صنيعة، هذه النخبة الإسلامية أو النخبة الموجودة في الدول العربية هي صنيعة غربية، تربت في مدارس الغرب وفي جامعاتها ودرست على مناهجها، ولذلك هي الآن تريد أن تحاكمنا بالمنهج الذي درسته في جامعات الغرب وفي مدارس الغرب، وهي نخب تعيش معنا لكنها تفكر بعقول غربية وترى في المعايير الغربية هي المعايير التي يجب أن تسود، فلذلك هي تستعمل هذه المعايير لأنها لم تستطع أن تهضم الثقافة الغربية، هي أخذت الثقافة الغربية كما هي وتريد أن تطبقها علينا في واقع غير واقعها الصحيح، ولذلك هذه النخب تعيش انفصام لأنها تعيش معنا بأجسامها ولكن عقولها مع الغرب وتفكيرها مع الغرب، ولذلك هي تستعمل هذه المعايير، وربما هي إذا جاءت إلى الغرب لا تستطيع أن تستعمل هذه المعايير لأنها تشعر بأنها أقل شأنا من أن تفكر بهذا الشكل. فإذا النخب الموجودة في دولنا العربية هي نخب مستلبة لأنها تربت في أحضان الغرب ولذلك لا تستطيع أن تفكر إلا بهذا الشكل، ولذلك لا يجب أن نعتب عليها، بل ربما لا أقول أن نسامحها، لكن على الأقل نعلم أنها هي لا تستطيع أن تفعل أكثر مما تفعله الآن هي، ولذلك الآن يعني حتى النخبة التي صنعت في أفغانستان تحرب الآن عبر مطار كابول لأنها لا تستطيع أن تواجه واقع الحياة في كابول لأنها تربت على الحضن الغربي، وإذا غاب الحضن الغربي لن تعيش هناك، فهذا سينطبق على كثير من النخب في دولنا الإسلامية والعربية، إذا خرج الغربي ستسعى وراه وتبحث عنه ولو بالهروب عبر المطار أو عبر طريق آخر. كان هذا حديثا عن أسباب الازدواجية الغربية مع العرب والمسلمين وأدواتها، بقي أن نتحدث عن سبل مواجهة هذه الازدواجية ووضع حد لها وإعادة الاعتبار للمسلمين، هذا ما نبحثه بعد وقفة أخيرة. أهلا بكم دكتور حسام. كيف السبيل إلى وضع حد لهذه الازدواجية وبالتالي يعني سياسة الكيل بالمكيالين في التعامل مع العرب والمسلمين من جانب الغربي طبعا؟
أنا في الحقيقة لازم أرجع تاني وأعود وأقول أنه ليس هناك ازدواجية، هذه معايير واضحة من فترة طويلة، يجب على العرب والمسلمين أن يتفهموا ذلك بصورة واضحة لكي يمكن بناء استراتيجية مضادة. لكي أسهل الرد على هذا الموضوع، من الحقيقة أن النموذج التركي يمثل نموذجا ممتازا لما هي آليات التعامل مع الغرب وكيف يمكن أن تفوز في المعركة الاستراتيجية السياسية والاقتصادية. وهنا يجب أن يكون على رأس الأولويات هو أن تقوم بالعمل، أن يكون لديك اقتصاد قوي وجيش قوي، وأن تكون قادر على تصنيع سلاحك والاكتفاء بغذائك وباقتصادك. في نفس الوقت لا يمكن أبدا أن تفوز في المعركة الاستراتيجية مع الغرب فيما يتعلق بما يفعله الغرب وبمعاييره الفاسدة إلا إذا كنت قادرا على المواجهة، بمعنى أننا كما رأينا قد اتخذ الغرب من تركيا في أحيان كثيرة جدا وما زال عدوا عندما يأتي الأمر لأمور كثيرة في الاقتصاد والسياسة والتواجد في المجتمع الدولي. ولقد حاول الغرب الضغط بكل السبل لتغيير النظام التركي بما فيها حتى دعم الانقلابات التي تعتبر جريمة في كل العقود الدولية والمعايير. لذلك لا يمكن أن تفوز في هذه المعركة إلا إذا كنت دولة قادرة، لديك نظام غير فاسد سياسي، نظام غير يعني فاسد في على كل النواحي، وفي نفس الوقت تكون قادر على المواجهة، تكون قادر على. لكن حاول العرب أن يفعلوا ما تتفضل بالحديث عنه دكتور حسام، لكنهم واجهوا آلة غربية أو دولية ضخمة رفضت التغيير في المنطقة العربية، فما الحل؟ في الحقيقة تركيا حققت ما كان لا يمكن تحقيقه في المنطقة. اليوم تركيا لديها كلمة مسموعة ووزن ثقيل، تركيا استطاعت أن تقوم بتوازنات كان من الممكن أن تكون مستحيلة في البداية. انظر اليوم لعلاقات تركيا بروسيا، انظر كيف تتعامل تركيا مع روسيا، انظر كيف تتعامل ألمانيا مع تركيا، كيف يهاجم الغرب بتركيا في محافل وعندها يحاول بعدها مباشرة الحصول على الدعم التركي، المشاركة في الاقتصاد التركي، العمل مع تركيا. لا يوجد حل آخر، الغرب لأن لديه معاييره معاييره، وكما قلت ثم دكتور حسام، يعني قبل ان انتقد الاستاذ اسامه في امستردام، يعني اعقب وانقل لك رايا موجودا في الساحه العربيه والاسلاميه، ان يعني انت مثلا تثني على التجربه التركيه، لكن ثمة فريق اخر من المحللين من يرى ان تركيا تتحرك في اطار من الغطاء الامريكي، في اطار من الوظيفه التي المسموح بها من دول المركز. انا اعتقد في الحقيقه ان اي سياسي محترف قد درس سياسه تركيا في خلال العشر سنوات الماضيه لن يقبل بهذا الكلام، هذا كلام براق. أي سياسة أمريكية، لقد وصل الخلاف التركي الأمريكي لأن تدعم أمريكا انقلاب كامل متكامل أركان ضد نظام الرئيس أردوغان، من يقول هذا؟ أي غطاء أمريكي؟ الحرب الاقتصادية التركية الأمريكية على الليرة التركية يعلمها كل اقتصادي في أول سنة من سنوات الاقتصاد. جميل. لا يمكن بأي حال من الأحوال هؤلاء يعني الفئة التي تحاول التقليل دائما من التجربة التركية هي نفس الفئة التي تم زرعها. التاريخ يعيد نفسه، هو معيار واضح، يقوم الغرب بتربية علمانيين فسدة لوضعهم في البلاد العربية والإسلامية وكذلك في تركيا لكي يقوموا بالعمل دائما ضد أي نظام يمكنه أن يعيد أو يعمل على بناء دولة ذات بعد إسلامي. طيب في إطار، أنا أنتقد الأستاذ أسامة، في إطار محاولات العصف الذهني التي تركز هذه الندوة على إثارتها في عقول المفكرين والمحللين والمثقفين العرب وأنت منهم أستاذ أسامة، من الناحية العملية لا النظرية، هل مواجهة استراتيجية الغرب في الحيلولة دون قيام كيان قوي يمثل مصالح العرب والمسلمين، هل من الناحية العملية هذا ممكن التحقق أم هو شيء أقرب إلى المثالي أو الخيالي في هذه المرحلة؟ يعني علينا بس أن نذكر الدوافع السياسية والاقتصادية للغرب في هذا اللي نسميه الصراع في هذه المواجهة، وأنا أكرر أن المواجهة هي بين الأنظمة والإدارات تجاه التيار الإسلامي الشعبي الحركي. أنا أقول أن تركيا تتعرض باستمرار إلى ضغوطات ومؤامرات. أنا ألفت نظر المشاهد الكريم إلى وجود يعني موجات هجرة مستغربة جدا باتجاه أوروبا الغربية، باتجاه هولندا، باتجاه ألمانيا، بطريقة
يعني ينافسون المهاجرين السوريين، وهم أثناء حديثهم يقولون أننا معارضون لحكم أردوغان، ومثل هذا الكلام يمضي ويعطيهم حق اللجوء في هذه الدول. على فكرة هذه ظاهرة يجب علينا أن نتتبعها، لأن المؤامرات الغربية والأمريكية كإدارات ودول مستمرة تجاه تركيا كدولة وصل فيها التيار الإسلامي الحركي إلى السلطة ويحاول أن ينجح نجاحا كاملا. وأنا هنا أذكر الأستاذ أو الدكتور محمد خليفة بأنه إذا أصبحنا في مركز قوة أو دولة قوية مثل تركيا لن تتوقف الحملة والمعايير المزدوجة بل ستزداد. هناك أمر مبتوت به أن كل الحكام العرب وربما حتى لكن لم تجبني عن سؤالي، عفوا أستاذ أسامة لم تجبني عن سؤالي. إليه لأن علينا بس نحدد الأمور لننتهي منها، أن الحكام كلهم أدوات غربية. لدينا الآن أمر مهم جدا للغاية في قضية التوعية وشرح الإسلام للشعوب وليس للحكومة. لا ترتجي من هذه الحكومات أي فائدة على الإطلاق، هي دول تحكمها المخابرات والتيار الأمريكي الإسرائيلي. أما الشعوب وتوعية الشعوب وهذا الفاصل بين الشعوب والحكومات يجب علينا أن نستفيد من وجوده، أن نوعي، أن نشرح الإسلام. ومرة أخرى التيار الإسلامي الحركي هو الوحيد الذي شرح ذلك منذ عشرات السنين، شبهات حول الإسلام، ولكن هناك تقصير في الترجمة، هناك تقصير في الجاليات الإسلامية، لا يشرحون لأحد. الغربيون متعطشون لمعرفة الإسلام الحقيقي. يعني هذه التوعية العامة أستاذ أسامة، هل تراها يعني أسلوبا عمليا وكافيا لمواجهة استراتيجيات دول غربية تسيطر على الأخضر واليابس في المنطقة برأيك؟ بلا شك طبعا. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا أكيد، ولكن هذه الشعوب لا تفهم إلا بلغة العقل، أنا متأكد من ذلك وشرحت ذلك مرارا. هؤلاء إذا علموا الحقيقة، اليوم فوجئت بعدة نقاط ذكرت بعضها، إذا علموا الحقيقة فسيضغطون. نحن أمام ديمقراطية حقيقية في الغرب وفي أمريكا، إذا عرفوا الحقيقة سيضغطون على إداراتهم وسنحصل على كثير من حقوقنا داخل بلادنا، لأن بلادنا تقاد أصلا من أدوات تابعة للغرب. طيب لو سألت الدكتور محمد في الخرطوم، من أين ينبغي أن تبدأ الخطوة الأولى في إعادة الاعتبار للمسلمين استراتيجيا ووقف مسلسل كما يسميه كثير من المراقبين ومنهم بعض ضيوفنا الكرام في هذه الندوة، التلاعب بمصالح العرب والمسلمين والمعايير المزدوجة؟ من أين ينبغي أن تبدأ الخطوة الأولى دكتور محمد؟ أعتقد أن الخطوة الأولى تبدأ من أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحتاج إلى وقفة مع النفس وإلى اجتهاد كبير في بناء الفرد المسلم الحقيقي الذي يستطيع أن يكون هو لبنة للدولة القوية التي يهابها الآخر. فالبداية تكون بإصلاح المسلمين أنفسهم، يجب أن تصلح أخلاق المسلمين وأعمالهم وعباداتهم وأخلاقهم حتى يصير الفرد فرد مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الفاتحين. يعني نحتاج إلى أن ننشئ جيل من الشباب وجيل من الأبناء الذين يتربون على القيمة الإسلامية الحقيقية، لأن هذه اللبنات هي تصلح للتأسيس عليها لبناء الدولة القوية. وأيضا ربما من المهم جدا أن يكون لنا الدور في الغرب، وأعتقد أن المهاجرين الآن يجب أن يدخلوا إلى الغرب وهم محملين برسائلهم، يجب أن لا يذهب إلى الغرب أبناءنا الباحثين عن المتعة الغربية وعن الراحة في الغرب وعن أشياء يذهبون، كحال كثير من المهاجرين حينما لا يجدون فرص في دولهم يذهبون إلى الغرب، وهناك ليس لديهم ما يقدمونه للغرب. أعتقد الذين يجب أن يهاجروا هم العلماء، هم المفكرون، هم أصحاب المعرفة الجيدة، حتى يقدموا الصورة الحقيقية لأهل الإسلام، وربما أيضا يؤثروا عبر الديمقراطية كما قال الدكتور حسام. يمكن أن يكون لنا شباب أقوياء الآن في أمريكا، عدد من شباب المسلمين استطاعوا أن يدخلوا في الكونغرس لأنهم لكن هذا دكتور محمد كبير. يعني هذا كلام على أهميته، لكن يبقى كلاما عاما مجملا. يعني مثلا المسلمون في أمريكا وفي أوروبا هم منذ عقود بل ربما منذ أكثر من قرن من الزمان يتغلغلون في المجتمعات الغربية، لكن مع ذلك هم يعانون المشكلة ذاتها التي يعانيها المسلمون في الدول العربية والإسلامية، نوع من التفكك، نوع من الفردية والذاتية، غياب التنظيم. لذلك هناك ملايين المسلمين في الولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية بلا لوب مؤثر حقيقي، بينما القليل من الـ من الـ من الـ الصهاينة أو اليهود الموجودون في أمريكا استطاعوا أن يشكلوا لوبيا قويا أو قوة ضغط كافية ومؤثرة. فما زال الحديث عن وجود مسلمين وعرب في الغرب يؤثر، ما زال كلاما عاما. كيف يمكن الوصول إلى مرحلة عملية يعني حقيقية؟ نعم، أنا تحدثت عن أنه يجب أن الذين يذهبون إلى الغرب أو الذين سيؤثروا في الغرب هم أصحاب الفكرة العميقة. يعني يجب أن لا نعول كثيرا على ما يمكن أن نسميهم بالغثائية. هناك غثائية في المسلمين الموجودين في الغرب وفي حتى في الشرق في دولنا. نحتاج إلى غزو نوعي، ممكن أسميه غزو نوعي للغرب عبر أصحاب معرفة عميقة ودربة كبيرة وأشخاص مؤثرين ربما قد لا يكونوا من أصول إسلامية. هناك يمكن أن نستهدف بعض الشخصيات الغربية التي تقرأ عن الإسلام أو ربما حتى المعادية للإسلام فنعرفها بالإسلام الصحيح، حتى إذا أسلمت كان لها الدور الكبير في تغيير كثير من المفاهيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فأعتقد أن استهداف عدد من الشخصيات الغربية بنشاط دعوي مكثف ومحاولة أن يدخلوا في الإسلام أو أن يكونوا على معرفة بالفكرة الإسلامية ربما يكونوا هم جنود أفضل من المسلمين أنفسهم الذين هم الآن في حالة غثائية وفي حالة عدم تأثير وضعف شديد وانهزام أمام الفكرة الغربية. فربما إن استطعنا أن نجد مثل هذه العناصر ربما تحدث تحول كبير في وجود الإسلام في الغرب. طيب أنا أختم مع الدكتور حسام، يعني يبدو أن العرب والمسلمين اليوم دكتور كما لو أنهم يدورون في حلقة مفرغة، فالأنظمة حقيقة هي غير قادرة على مواجهة الغرب هذا إن أرادت طبعا، وبينما الشعوب العربية عاجزة أمام أنظمة تقيم علاقات استراتيجية مصلحية تبادلية مع دول المركز مع الدول الغربية، يعني كما لو أنهم يدوروا في حلقة مفرغة. هل هذا قدر العرب؟ هل يمكن بلورة قيادة إسلامية تخفف من الأضرار وتبحث عن المصالح مثلا؟ والله أنا أعتقد أتفق مع حضرتك في أننا يعني ندور في حلقة مفرغة لسبب رئيسي. أولا أنا أرى أن الحل لن يأتي إلا بحرب الوعي، بمعنى أننا عودة إلى النموذج التركي. في الحقيقة أنا أرى أن بارقة الأمل التي قد تنقذ أو قد تقوم بإنقاذ الدول العربية والإسلامية هي أن نبدأ في بالتركيز على حرب الوعي داخل المجتمعات الإسلامية مع الشعوب والأفراد بوضع المعايير الواضحة بوضع البوصل الواضحة بوضع المفاهيم الواضحة. الفرق بيننا وبين الغرب، ما هي مشكلتنا مع الغرب، ما هو الاختلاف الاستراتيجي الحقيقي، ما هو الاختلاف الحضاري. يجب أن يكون هذا حديث في البيوت، يجب أن ننسى الأنظمة والحكام. فجميعنا نعلم أنهم أدوات غربية. لم يحدث أي تغير في المجتمع التركي إلا عندما نجح الأتراك كشعب في تغيير مجتمعهم وفي وصول الحركة الإسلامية والفكر الإسلامي إلى الحكم. إذا كانت تركيا مستقبلا ستمثل أي نوع من النواة الرئيسية لتكتل إسلامي جديد، والتكتلات هي في الحقيقة ما تسيطر على العالم الآن، أعتقد أن هذا قد يكون بداية الأمل في انضمام دول إسلامية لديها الحافز على أن تتحول أن تتغير. ماليزيا الدول التي يمكن أن يكون داخلها هذا المفهوم الإسلامي الحقيقي، يجب أن يكون هناك قوة تساند بعضها. مع حرب الوعي مع الحديث الدائم عن الحقائق وعن عن 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 المعايير الاستراتيجيه الحقيقيه في هذه، لان هناك يعني معايير كثيره جدا متعلقه بمصالح الناس وبقوتهم، وتجعل في الحقيقه حتى بعض الشعوب والحكومات وان كانت لا تريد ان تجري او ان تكون نعم. في مع الغرب تماما مضطره الى ذلك. لذلك انا اعتقد ان ما زال على تركيا دور هام جدا، ألا وهو أن تعمل من أجل تكوين هذه النواة التي يتجمع حولها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها.
أشكرك دكتور حسام. ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيوفي الكرام، كان معنا من لوزيرن السويسرية دكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي ورئيس جامعة كامبرج المؤسسية، كما كان معنا من عبر الهاتف من الخرطوم الدكتور محمد خليفة أستاذ العلوم السياسية بجامعة إفريقيا العالمية، وكذلك من استردام عبر الهاتف الأستاذ أسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.